اهلا بيكم مره ثانيه. الحر بقى موجود وفي يعني موجه حر وفي كلام انها هتخلص وهيرجع تاني الدنيا، يعني في تفاصيل كتيره قوي، بس المهم ان الجو حر. ايه اللي هيحصل بقى ده يعني عند منا فمنا؟ ايه يا حسام، النهارده حر وتراب، بس منا كمان في ناس بتقول ان في شبوره، فكمان طمنين على الطرق. لغايه دلوقتي مفيش شبوره، الشبوره المائيه بتبقى موجوده في الصبح على الطرق السريعه والزراعيه والصحراويه، لكن جوه المدينه لا، الامور طيبه الحمد لله. بس حر وتراب. خلينا نشوف هيئه الارصاد الجويه اللي توقعت ان طقس النهارده هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشماليه الشرقيه، وهيكون مائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه ومائل للحراره على جنوب سيناء، وكمان حار على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري ومائل للبروده على السواحل الشماليه ولطيف على جنوب سيناء، وكمان هيكون في نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد هتكون مثيره للرمال والاتربه، وكمان هيكون في اتربه عالقه نهارا على مناطق من القاهره والوجه البحري وكمان جنوب البلاد. خلينا نستعرض مع حضراتكم بيان مبدئي بدرجات الحراره في بعض المحافظات وعواصم تلك المحافظات. هنبتدي زي ما احنا متعودين من القاهرة اللي العظمى فيها 34 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15، مطروح 31 17، سيوة 32 13، بورسعيد 26 17، دمياط 25 16، الإسماعيلية 33 19، والسويس 34 18. نشوف العريش اللي العظمى فيها 31 والصغرى 16، طابة العظمى 31 والصغرى 22، كاترين العظمى فيها 25 والصغرى 15، شرم الشيخ 32 21، الغردقة 31 23، الفيوم 34 20، بني سويف 34 19، المنيا 35 19. الحرارة بتزداد كل ما بندخل في الصعيد أكتر وأكتر، أسيوط العظمى 35 والصغرى 18، سوهاج 35 19، قنا 35 19، الأقصر 36 19، أسوان 36 21، الوادي الجديد 35 17، شلاتين 219، أما حلايب العظمى فيها 30 والصغرى 19. وكده نبقى قلنا مبدئيا إيه الجو هيكون في كتير من عواصم المحافظات النهارده. ونرجع دلوقتي لحسام وجمانة، اتفضل. شكرا كمان، شكرا جزيلا.